كان يجب على ترامب لو كان ليس فاشي ونازي بتفكيره انه ردا على خطاب الاخ الرئيس ابو مازن ومبادرته في مجلس الامن ان يكون يتراجع او يعطي تفسيرات اقرب للايجابيه فيما يتعلق في الافكار الكلام اللي كان يتحدث فيه والافكار اللي بيطرحها. بالاخير مثل دوله مثل الولايات المتحده الامريكيه ان يقودها واحد مجنون مثل ترامب، انا بقول هذا استخفاف بكل شعب الولايات المتحده قبل ما يستخف في العالم. اليوم هذا لا تارك القوانين الدوليه، تارك الشريعه الدوليه، وبالتالي بتخبط شو بيجي على باله مزاج او شو عليه ضغط من اللوبي الصهيوني اللي هو جزء منه، وبيطلع علينا كل يوم الثاني في التصريح.